طيب خليني اقول لكم مصير درع الدوري. انتوا عارفين انه السنه دي هي اخر سنه هيستلم فيها النادي الاهلي درع الدوري في نسخته القديمه، 74 موسم او 74 سنه على تواجد النسخه الحاليه لدرع الدوري من سنه 1948، والسنه دي هتكون رحله الختام بدايه من الموسم اللي جاي ان شاء الله، هيكون درع النيل اللي احنا عرضناه على حضراتكم واللي تم اعلان عنه في المؤتمر اللي كلمت فيه رابطه الانديه على كل تفاصيل الموسم الجديد، ومن ضمنها كان التصميم الجديد الخاص بدرع الدوري واللي هيتم تسليمه ان شاء الله لبطل النسخه اللي جايه من بطوله الدوري العام. الدرع كان مفترض، واحنا يمكن استعرضنا ارقام الاهلي امبارح وقلنا انه الاهلي فاز ب 43 بطوله دوري، في حين انه بقيه الانديه المصريه كلها ما فازتش، هم ست انديه يعني اللي كان من حظهم التتويج بالبطوله. السته مجتمعين فازوا ب 21 نسخه من البطوله، والاهلي منفردا فاز ب 43 نسخه. كان في قاعده زمان جدا بالذات في كاس العالم، بما انه هو اهم بطوله على سطح الكره الارضيه، انه المنتخب اللي يفوز بثلاث نسخ من بطوله كاس العالم يحتفظ بالكاس للابد، ويتم صنع كاس جديد يعني للبطوله. اعتقد انه كان من الطبيعي جدا يعني انه بما انه الاهلي فايز بالبطوله دي يبقى هو اللي يحتفظ بدرع الدوري، بما انه اكثر الانديه تتويجا، مش بس اكثر الانديه تتويجا، ده عدد بطولاته او رقم تحقيقه للبطوله يتخطى ضعف عدد البطولات اللي حصلت عليها الانديه المنافسه. لكن رابطه الانديه واتحاد الكره اعلنوا انه الدرع هيتم وضعه في متحف اتحاد كره القدم المصري، ونتمنى ان شاء الله زي ما حققنا البطوله دي او زي ما حصلنا على الدرع ده رقم قياسي بنسخه بعدد 43 نسخه، ان شاء الله باذن الله يكون نفس القصه بتحصل مع الدرع الجديد. هيتم تسليم درع الدوري للاهلي عقب مباراته مع حرس الحدود، وده طبعا زي ما نشر الحساب الرسمي لرابطه الانديه من خلال موقع او صفحته او الحساب بتاعه على موقع التواصل الفيسبوك، قال انه رحله 74 عام بتنتهي هذا الموسم. لقد كان درع الدوري العام هو أبرز علامات الكرة المصرية عبر تاريخها، وللمرة الأخيرة سيسلم الدرع إلى الفريق الفائز بلقب الدوري قبل أن يوضع في المتحف ليصبح شاهدا على حقبة تاريخية للكرة المصرية. وقالوا نتطلع لرؤية الدرع الجديد في الموسم المقبل معبرا عن مرحلة جديدة للكرة المصرية، نتمنى أنه ما يكونش من ناحية الشكل كمان، لكن نتمنى أنه يكون من ناحية المضمون أيضا، والمضمون الحقيقة ينقصه الكثير.